معاكم البنات اللي باقين صغار هكاك مراهقات ياك، وبغيت نهدي لكم هذا الفيديو. غادي نهضر معاكم بحال اللي كنهضر مع وليداتي، يعني انا ماماكم. دابا البنات ليتس توك، بغيت نهضر معاكم البنات اللي باقين صغار هكاك مراهقات ياك، وبغيت نهدي لكم هذا الفيديو. غادي نهضر معاكم بحال اللي كنهضر مع وليداتي، يعني انا ماماكم. بون، اللي بغيت نقول لكم قبل ما نبدا، بغيتكم فريمون تكون عندكم الثقه في النفس وتحبوا راسكم، وما كيفاش نقول لك، dont search for love and affection، ما تقلبوش على الحب والحنان. الحب والحنان نعطيها راسك، إيه حنا كنحتاجوا الحب والحنان اللي دايرين بينا، يعني سي نورمال، والدينا وليداتنا رجالتنا وهكاك، هذا نورمال. ولكن كاين شي وقت اللي هادوك الناس اللي دايرين بينا ما كيعطيوهاش لك، ماشي مشكل. كيفاش انا كنقول هذيك انرجي الحب اللي انايا محتاجها ديريها راسك وعمري، باش اون فوا شي واحد ما عطاكش عادي، علاش؟ حيت انا عطيتها لراسي. مهم، دابا انا هضرت معكم شويش على ثقه في النفس، تحبوا راسكم، تقولوا انا زوينه، ما تخليش يعني تقلقي بزاف راسك، كولي مزيان، ديري لونطريمون، قراي، هذاك راه الحب والحنان، يعني تهلاي في راسك، خشي رجلاتك في الماء السخون، ديروا بيديكير، يعني تهلاو في راسكم. مهم، هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي بغيت نقول لكم، اعطي راسي قيمه من مورا الحب والثقه. أعطي راسك قيمة. أنا أما دايموند، أنا ديامو، أنا ستار. ستار ما يمكنليش نشدوه في يدينا، كنشوفوها زوينة كتبرق هكا كدير، ولكن باش نشدوها ما يمكنش. هذاك لالا عليك ستار، أنا يا نستاهل نكون ستار، واي نوت. ولي بغيت نقول لكم من هادشي كله، ما نخليش أي واحد يتفلى عليا، بالعكس، ما نخليش أي واحد يعني اللي يبغى هو اللي كاين، يعني ما نخليش يعني الا ما درت شي حاجات وهو غيتقلق. تقلق لا، انا عندي دي برينسيپ هنايا، انا راه كنبغي راسي، انا عندي فالور، انا ما غاديش ندير بحال فماتي اللي كانوا صحابات تيديروا شي حاجه خايبه ما نكونش بحالهم باش تسمع على راسي انا واعره، بلا ما نكون واعره، بالعكس انا يا كلاس، انا ليدي. الفوا ملي كتعطي راسك قيمه، الفالور ديالك تيطلع، اي فالور ديالك تيطلع. بحال في مثال الا شفنا الصاك كدير 100 درهم، اي واحد يبغي يشري 100 درهم، واي واحد يقدر تقريبا يشري 100 درهم، ولكن ملي كتشوفي داك الصاك ياك ب 100 درهم نيت، ولكن غنكذبوا شويش ونحطوا في لو بري، غنكتبوها في مثال كدير 5 المليون، وغنحطوا في واحد مرتبه واو، وغنديروا ليها بواحد ما عرفت شي حاجه ديال حرير فوق منها كطايح بحال هكاك، يعني اوف كورس غتمشي تشوف واو، غتعطيها واحد الفالور، ولكن نورمالمون راه كدير 100 درهم في مثال. علاش حنا كنعطيو الفالور اللي غالي بزاف؟ حيت هي عطات قيمه لراسها، وماشي اي واحد يقدر يشريها. ونعطيكم امثال اخر في مثال، في مثال نقولوا في مثال بطاطا، بطاطا كدير في مثال 8 دراهم الكيلو ياك، البطاطا كتكون ما مغسولاش وما هذوك كاتبين 8 كيلو 8 درهم كيلو كتشريها، ولكن هذيك نفس البطاطا غسلتيها مزيان وحطيتيها فوق واحد مهم مسند ما عرفت دايره فيها الحرير، وبطاطا وحده ياك وفواحد مرتبه عاليه بزاف، وكاتبين كدير 10000 درهم الكيلو، كتقولي واو، وهي انتيا. اون فوا كتعطي قيمه راسك، كتحبي راسك، ما تخليش اي واحد يسير كيف ما هو بغى، بالعكس كنسير راسي، اللي بغاني مرحبا، ولي ما بغانيش ومبغى ندير له خاطرو نو واي. علاش؟ بيكوز ام ا ليدي، ام فيري كلاسي. ولي بغى يتقلق عليا شغلو هذاك، مهم انا عاطي راسي قيمه وفرحانه بزاف. البنات انا نتمناكم فهمتوا اشنو بغيت نهضر، يعني علاش بغيت نوصل. غادي نحط لكم كويستشن، سؤال على هادشي اللي هضرت عليها، وقولوا لي اشنو فهمتوا من هذا الميساج اللي قلت لكم. انا من هذا الميساج اشنو بغيت نوصل، بغيت نقول لكم من الاخر، ما تخليش شي ولد الناس يضحك عليكم، ما تخليش يضحك عليكم. ونزيدكم عاوتاني واحد الحاجه البنات، دابا تنقول مراهقات صغار والكبار، العيالك مجوجات واللي ما مجوجينش، اي لاج، تبغي تكوني ليدي، تكوني كلاسي، تعطي راسك فالور، ما عنده لا علاقه بالفلوس،
نعاودها تاني باش تعطي قيمه راسك وتحسي براسك برينسيس ما عنده لا علاقه بالفلوس. يكون عندك ما يكونش عندك هذاك ديال الله، ولكن نفسك غتحبي راسك وتقولي انا قويه، انايا كنحب راسي وانا ليدي. راسك فالور، ما عنده لا علاقه بالفلوس. نعاودها تاني باش تعطي قيمه راسك وتحسي براسك برينسيس ما عنده لا علاقه بالفلوس. يكون عندك ما يكونش عندك هذاك ديال الله، ولكن نفسك غتحبي راسك وتقولي انا قويه، انايا كنحب راسي وانا ليدي.